ما عاش في صبر كما يلفظها أهالي محافظة السويداء السورية. كانت هذه عنوان الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أسبوع في الجنوب السوري. أكثر من 40 نقطة احتجاج تم تسجيلها في المحافظة وحدها، وإضراب انضم له التجار والباعة، والأهم من كل ذلك الصيان المدني لم يقتصر على الموظفين وطلبة الجامعات. رئاسة الطائفة الروحية للدروز أيدت هذه الاحتجاجات وانضمت إليها، وهذا أمر يحدث للمرة الأولى. في حقوق بدنا نحصل عليها، وبالأخص تصحيح وتصليح الوضع المعاشي والاقتصادي. نحن الشعب السوري مثل أي شعب ننعم ببلد فيها خيرات مثل بلاد العالم هذه، الله منعم عليها. الشعب مش مفوض حدا لتنباع ثرواته، هذه الثروات للشعب السوري ستبقى، وهي رسالة لبعض الدول اللي فاتت علينا بشكل حقيقة كان عاطفي، إنه بمعناه سمت حالة دول صديقة أو دول ضامنة. الوضع الاقتصادي الصعب هو المحرك الأساسي لهذه الاحتجاجات الشعبية، ولنفهم مدى سوء وضع السوريين المعيشي لنعود إلى يوم أو اثنين قبل انطلاق هذه الاحتجاجات. مرسوم رئاسي صدر قبل أيام ويقضي برفع رواتب الموظفين بنسبة 100%، رقم يبدو كبيرا لكن في الحقيقة هو ليس كذلك. فبعد هذه الزيادة أصبح الحد الأدنى للأجور 185 ألف ليرة سورية، مبلغ لا يتجاوز 22 دولارا فقط. بعد يوم من هذا المرسوم أعلن رفع الدعم عن البنزين ليصبح 8000 ليرة لكل لتر. بحسبة بسيطة، راتب الموظف السوري وبعد الزيادة يشتري 25 لترا فقط من البنزين. الوضع الاقتصادي كارثي، لكن التظاهرات تطورت ومطالبها تطورت لإسقاط النظام. أنا سياسية من أول، نحن مش زعلانين، السويداء أرض فيها خير. يلا حيا الله حيا صدق. منا كرامة ومنا حرية. منا كرامة موجودة جوا عون. منا ظلم ومنا تشبيح. إلن 12 سنة عم يشبهوا علينا، ما حدا بيسترجع يحكي. ما قالته الفتاة هو نتاج 12 عاما من التضييق الأمني والاقتصادي على السويداء كما يقول المتظاهرون. بحسب إحصاءات غير رسمية في هذه المحافظة، 40 ألف شاب يرفضون الخدمة في الجيش السوري. آلاف من هؤلاء اضطروا للهجرة غير النظامية لدول الجوار والدول الأوروبية، لكن من بقي منهم يعيش محاصرا في نطاق السويداء فقط بلا عمل ولا دخل مادي، ومحروما من السفر بحكم حرمانه من جواز السفر من قبل السلطة. الحق يؤخذ ولا يعطى. كان هذا جزء من حالة الغليان الشعبي في السويداء خلال الأيام القليلة الماضية. فهل سببها الوضع الاقتصادي والتجنيد فقط؟ بالطبع لا، هناك أسباب أخرى. الوضع الأمني أحد أبرز هذه الأسباب. المحافظة شهدت خلال العام الماضي 129 حالة خطف واختفاء قسري، وسبب آخر يكمن في موقع المحافظة الجغرافي. السويداء تحاذي الأردن من الشمال، أمر جعلها هدفا لشبكات التهريب تهريب المخدرات. ووفقا لشبكة دوتشيفيلا الألمانية، أصبحت السويداء إضافة لدرعا ممرا لتهريب الكبتاجون إلى الأردن ودول الخليج. هذه الشبكات يديرها أشخاص من عائلة الرئيس ومقربين منه، إضافة لأفراد من حزب الله اللبناني. بشار الأسد مع الجنيه.